صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناة صدى البلد، معكم من دلوقتي لغاية الساعة 10 إن شاء الله مع فقرات مختلفة ومتنوعة. لكن خلوني أصبح في البداية على زميلي جاد. صباح الفل يا جاد. صباح الفل يا رشا، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله جو متكتك شويتين. برد قوي لحد نهايه الاسبوع، بس ان شاء الله يعني يعدي الاسبوع على خير. يا رب يومكم جميل وكل دعوه حلوه يا رب من القلب تتحقق، ونبدا يومنا بنيه حلوه وبدعوه حلوه، وباذن الله يعني يومنا يبقى جميل. واكيد عندنا موضوعات وفقرات مختلفه ومتنوعه، وموضوع اعتقد شاغل مش بس الوسط الرياضي، شاغل عامه مشجعين الكوره واللي متابعين المنتخب. بص يا جدع، انا مش هقول ان انا ناقده رياضيه او محلله رياضيه او ان انا يعني بفهم في الرياضه قوي، بس انا عايزه اتكلم واحده مصريه عاديه جدا بتقعد ورا التلفزيون تتفرج على الماتشات، حاسه بقلق شويه يعني بيني وبينك مش مطمنه قوي. انا بتكلم على منتخبنا الوطني لكره القدم. احنا عندنا ان شاء الله مواجهتين حاسمتين امام السنغال في التصفيات النهائيه المؤهله لمونديال قطر. هتقول لي قلقك ليه؟ هقول لك القلق ده بيرجع ان احنا الفتره الصغيره اللي فاتت دي شفنا تذبذب في اداء اللاعبين، وده يمكن كلنا شفناه وتابعناه في هزيمه القطبين الاهلي والزمالك الاخيره في دوري الابطال الافريقي. وقلقي زايد لانه منتخبنا الوطني بيقوم على اللاعبين المحليين. يعني صحيح احنا عندنا عدد من اللاعبين المحترفين زي صلاح، زي نني، زي تريزيجيه، لكن بقيه الفريق كله او القوام كله محلي وهو اللي مسيطر على الفريق. وده اللي مخلي كل المصريين الصراحة بعد الماتشين اللي فاتوا للأهلي والزمالك قلقانين، لأنه يعني الأداء ما كانش على المستوى المطلوب. طبعا امبارح كمان احنا بندعي ان نجمنا محمد صلاح ان اصابته امبارح في مباراة ليفربول مع برايتون تكون ان شاء الله خفيفة ويقوم لنا بالسلامة ان شاء الله. هو طبعا لسه ما تحددتش يعني مدة غيابه، بإذن الله ما يبقاش في مدة من الأساس، بس نتمنى. كل ده هيحدده نادي ليفربول اعتقد في الساعات القادمة. الحقيقة أنا معاكي يا رشا في حتة القلق، كلنا متابعين إنه فعلا في يعني هو الوصف الدقيق زي ما أنت قلت كده، تذبذب في المستوى، وده شفناه يعني خلال تراجع بقى النادي الزمالك نادي الأهلي في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، خسرنا فيها يعني النهائي أمام السنغال. ده كان بالنسبة طبعا لمنتخبنا الوطني، بس بالرغم من حالة الارتباك أو حالة التذبذب اللي احنا يمكن حسنها، إلا أني عندي ثقة في المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش وقدرته على إعادة المنتخب واللاعبين للمسار الصحيح، لأن ده كان حالنا قبل ما منتخبنا يخوض كاس الأمم الأفريقية. مكناش متوقعين خالص أن احنا نروح للنهائي، وبالرغم من كده كارلوس كيروش قدر أن هو مباراة ورا مباراة يدرك أو يوصل للحل الأنسب من تشكيلة اللاعبين وتحفيزهم، وزي ما شفنا الحمد لله رحنا للنهائي بالرغم أن احنا خسرناها من أمام السنغال. ولكن يعني احنا يعني قادرين أن احنا إن شاء الله نستعيد القوام المظبوط والأداء والانسجام بإذن الله أعتقد في الفترة القادمة. طبعا بنتمنى أنه صلاح يرجع بالسلامة وأنه اللعيبة كلها تخش في قالب المنتخب الوطني مرة تانية، وكله يبقى متكاتف ويبقى فيه تركيز عالي، ونشوف أداء مشرف إن شاء الله في المباراتين الحاسمتين. ما ينفعش منتخبنا ما يكونش موجود في المونديال خالص، يعني صلاح يستحق، كل اللاعبين حتى المحليين عندهم الطموح إن هم يشرفوا منتخبنا، فبإذن الله يعني نشوف يعني مباراة قوية إن شاء الله اللي هتقام إن شاء الله في مصر، ثم المباراة التانية في السنغال. اعتقد احنا النهارده عندنا فقره رياضيه، هنحاول ان احنا نحط روشته كده ازاي نقدر نصحح المسار ونستعيد اللاعبين وازاي هم يستعيدوا توازنهم السريع باذن الله، ويعني نقدر نعدل الدفه زي ما بيقولوا. رغم كل حاجه انا عايز اقول على حاجه صغيره جدا يا جد، وكنت واقفه انا وانت الوقفه دي قبل ماتش مصر والسنغال في بطوله الامم الافريقيه. احنا رغم كل حاجه نفسيه اللاعبين وخسرنا، ايوه انا زمايلي بيقولوا وخسرنا، معلش خسرنا، بس رغم كل حاجه انا عايزه اقول حاجه واحده صغيره جدا. احنا النفسيه مهمه جدا، احنا ورا العلم المصري
وراء المنتخب المصري ايا كانت النتيجه. طبعا احنا بنسعى للافضل، بنسعى من حبنا في بلدنا، من حبنا في منتخبنا، احنا دايما بنبقى عايزين شايفينه رقم واحد، لكن مش معنى كده ان احنا ايه نهد الناس بالزبط. يعني دي برضو الفتره بتبقى فترة الاستعدادات، فترة الحاجات دي كلها بتبقى محتاجة نفسية قوية، محتاجة ثقة، وإحنا برضو عايز أقول إن كل المصريين ورا منتخبهم ورا العالم المصري، ومفيش أي حاجة بتفرق معنا. هو لعيبة المنتخب بيفرق معك جدا إن يلاقوا فيه دعم من الإعلام ويلاقوا دعم من الجمهور، خاصة لما يبقى مستواك نازل كلعيبة بيبقى محتاج الدعم. ليه؟ لأنه مش وقت الفرحة بس نساند، ووقت التذبذب ما نساندش، احنا معهم على طول الخط. طب هو بالظبط كده. طيب تعالوا نشوف فقراتنا النهاردة إن شاء الله، عندنا فقرات مختلفة ومتنوعة، هتكون البداية مع أبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف. هيكون معنا فيها العميد محمود محي الدين الباحث في شؤون الأمن الإقليمي. فقرتنا الثانية رشا هنتكلم فيها طبعا عن مستجدات الكرة المصرية، حال طبعا الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، تجهيزاتنا أو استعداداتنا الأخيرة، 10 أيام ومصر هتخوض مباراة فيصلية أمام السنغال، يعني كواليس كتيرة هنحاول إن احنا نقرب المشهد لحضراتكم من خلال لقائنا مع ناقدنا الرياضي محمد البرمي في الفقرة الرياضية. فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين إن شاء الله هتكون فقرة طبية، النهاردة هنتكلم عن أمراض الذكورة، هيكون معنا فيها الدكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. هذه فقرتنا، تعالوا بقى نتعرف على حالة الجو التلج النهاردة، اللي بيفكر إنه ينزل اعمل حسابك ان انت تبقى لابس جاكيت تقيل لان الجو فعلا ساقع قوي الصبح. طيب زي ما رشا قالت كده، تعالوا نتعرف على حالة الطقس النهاردة. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد النهاردة طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبيسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وتعالوا مع بعض نستعرض درجات الحرارة سوا ونتعرف كده على درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية. في البداية العاصمة المصرية القاهرة العظمى 17 صغرى 8، اسكندرية 15 وصغرى 9، الإسماعيلية 17 8 والدقهلية 16 8، الغردقة أدفى شويتين 20 12 والمنيا كذلك 19 9. كمان نشوف بعض درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات، في بعض العواصم العربية، الرياض العظمى 34 الصغرى 19، أبو ظبي 31 23، أنقرة 1.7 تحت الصفر، لندن 12 3، واشنطن 6.1 تحت الصفر، وبكين أدفى شويتين 16 و3. بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا بقى نعرف أسعار العملات والذهب عاملة إيه النهاردة، لأنه طبعا زي ما بقول دايما لحضراتكم خلوا عينكم على أسعار العملات والذهب، لأنه في تغيرات عالمية مختلفة وده بيأثر بشكل كبير على الذهب والعملات وأيضا سعر برميل البترول. تعالوا نبتدي بالعملات. خلونا نشوف الدولار الأمريكي، ما زال عند 15 جنيه 64 قرش شراء، أما البيع ف 15 جنيه 74 قرش. اليورو شراء 17 جنيه و5 قروش، أما البيع ف 17 جنيه 38 قرش. الجنيه الاسترليني 20 جنيه و38 قرش للشراء، أما البيع ف 20 جنيه 65 قرش. الريال السعودي شراء 4 جنيه و18 قرش، أما البيع ف 4 جنيه و19 قرش. الدينار الكويتي شراء 49 جنيه 53 قرش، أما البيع ف 51 جنيه و82 قرش. يعني شايفين أن أسعار العملات ما فيهاش تغيرات جوهرية بقالها شوية. الذهب بقى أسعاره عمالة تختلف يوم ورا الآخر، طبعا في تصاعد مش في هبوط. تعالوا نبتدي بعيار 18. عيار 18 سجل 759 جنيه، عيار 21 886 جنيه، عيار 24 1000
و13 جنيه، عيار 24 ما كانش بالسعر ده لو تتذكروا. الجنيه الذهب 7088، وصلنا لل 7000 وبنعلى كمان، ولو أمد الحرب اللي بتحدث الآن زاد ممكن نلاقي سعر الذهب عمال يزيد أكتر وأكتر، وربنا يستر. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا حابين طبعا مع بعض نتابع ونشوف حركه المرور، هل في اي تغيير في المناطق الخاصه بتحديث او تطوير الطرق، هل في اي كثافات مروريه في بعض المناطق في محافظه الجيزه. كل ده هنتعرف عليه من خلال صوره مباشره وحيه من داخل الاداره العامه لمرور الجيزه مع زميلي هاني النحاس المتواجد هناك، نقدر نطمن منه على تفاصيل الحاله الخاصه بالمرور والطرق. صباح الفل يا هاني. صباح الفل يا جد، وصباح الفل يا رشا، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. بنتابع مع حضراتكم من الاداره العامه لمرور الجيزه للحاله المروريه الصباحيه للنهارده يوم الاحد. طبعا يا جد زي ما انت قلت، يعني مهم طول الوقت نبقى احنا باصين على المرور الاحوال. طبعا المرور بيبقى مربوط بشكل كبير جدا بحاله الطقس، بس الحمد لله النهارده حاله الطقس مستقره. كذلك المرور بيبقى مرتبط بالتطويرات المستمره سواء على الدائري او على بعض المحاور والطرق. دلوقتي ميدانيا ومن الاداره العامه لمرور الجيزه هنقول ونتابع مع حضراتكم شوارعنا النهارده في الجيزه اخبارها ايه. خلونا نبدا من ميدان الرمايه. طبعا ميدان الرمايه المتجه لطريق الفيوم هناك سيوله مروريه، كذلك القادم من طريق الفيوم في اتجاه شارع الهرم كما نرى هناك سيوله مروريه. بس طبعا شارع الهرم هناك اربع اغلاقات في شارع الهرم بسبب البدء في انشاء اربع محطات مترو، كان اخرهم الاغلاق الاخير قبل اسبوع للبدء في انشاء محطه مترو الطلبيه، ولكن الاداره العامه لمرور الجيزه اجرت بعض التحويلات المروريه للتيسير على السائقين ومعرفه المحاور البديله بسبب الاغلاقات في شارع الهرم. ان شاء الله نشوف انجاز في محطات المترو ويعود شارع الهرم بعد باذن الله بعد الانتهاء من انشاء المحطات. ولكن بعيدا عن الاغلاقات هناك سيوله مروريه في ميدان الرمايه سواء القادم من الدائري والصحراوي والمتجه الى طريق الفيوم او القادم من الفيوم والمتجه الى شارع الهرم. لو اتنقلنا للدقي وكوبري الدقي، الحمد لله كوبري الدقي كما عودنا كل يوم بيبقى فيه سيوله مروريه في الاتجاهين في الاوقات الصباحيه، يعني القادم من ميدان الجيزه وجامعه القاهره وحديقه الاورمان والمتجه الى مناطق المهندسين وشارع البطل وجامعه الدول العربيه كما نرى في المشهد سيوله مروريه، كذلك القادم من مناطق المهندسين والمتجه الى الدقي وجامعه القاهره هناك سيوله مروريه. نفس السيوله الموجوده في شارع التحرير القادم من اتجاه جامعة القاهرة والمتجه إلى ميدان الجلاء والمتجه كذلك من شارع السودان هناك سيولة مرورية، كذلك القادم من ميدان الجلاء ومناطق وسط البلد والمتجه لشارع السودان أو المتجه إلى مناطق المهندسين هناك سيولة مرورية كما يظهر في الشاشة. نفس السيولة المرورية الموجودة على كوبري الدقي موجودة في ميدان الجلاء في الدقي المتجه إلى كوبري قصر النيل هناك سيولة مرورية، كذلك القادم من كوبري قصر النيل المتجه إلى مناطق العجوزة، كذلك القادم من شارع مراد هناك سيولة مرورية كما نرى في المشهد. نفس المشهد في ميدان النهضة جامعة القاهرة القادم من كوبري جامعة القاهرة ومناطق وسط البلد والقصر العيني، كذلك المتجه لجامعة القاهرة كوبري صفت والدائري ومحور 26 يوليو هناك سيولة مرورية، كذلك القادم من اتجاه جامعة القاهرة سواء متجه إلى كوبري الجامعة أو متجه لشارع البحر الأعظم وميدان النيب هناك سيولة مرورية كما يظهر في المشهد. لو اتنقلنا بقى لميدان اسفنكس، دايما ميدان اسفنكس عودنا كل يوم الصبح في الذروه الصباحيه بيبقى هناك تكدس اعلى كوبري 15 مايو كما يظهر في الشاشه، القادم من مناطق الشيخ زايد ومحور 26 يوليو هذا هو كوبري 15 مايو. فبينصح في مثل الاوقات الصباحيه البعد قدر الامكان عن كوبري 15 مايو وايجاد محور بديل. اما القادم او اعلى كوبري 15 مايو المتجه الى مناطق الشيخ زايد والمحور هناك سيوله مروريه. الحمد لله شارع احمد عرابي المتجه الى مناطق اعلى الدائري سيوله مروريه، كذلك القادم من الدائري شارع احمد عرابي الى منطقه ميدان سفنكس وشارع جامعه الدول العربيه هناك سيوله مروريه.
الذروه الصباحيه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها هنا اعلى كوبري صفت اللبن القادم من مناطق اعلى الدائري واكتوبر والمتجه الى جامعه القاهره. تظهر الكثافات الصباحيه وده دفع الاداره العامه لمرور الجيزه لتكثيف الخدمات الابلاغ عن وحدوث اي حوادث صباحيه لا قدر الله في محاوله التخفيف من الزحام. طبعا هناك تمركز مروري في ميدان جامعه القاهره في محاوله مستمره لسحب الكثافات. اما القادم من جامعه القاهره اعلى كوبري صفت اللبن والمتجه الى مناطق الدائري او محور 26 يوليو هناك سيوله مروريه معتاده. لو اتنقلنا لكوبري اكتوبر، كوبري اكتوبر رابط ما بين الجيزه مناطق المهندسين والقاهره ومناطق وسط البلد لصلاح سالم. الحمد لله لم تظهر حتى الان كثافات، يعني حاله المرور وجود بعض السيارات يعني، ولكن لم تظهر حتى الان اي ازدحامات مروريه. سيوله مروريه اعلى كوبري اكتوبر سواء مطلع العجوزه او الزمالك المتجه الى صلاح سالم، كذلك سيوله مروريه اكثر القادم من صلاح سالم والمتجه الى مناطق المهندسين ونزله الزمالك والعجوزه. واخيرا كوبري عباس، كوبري عباس القادم من ميدان الجيزه والمتجه الى مناطق مصر القديمه كذلك ومنطقه الكورنيش هناك سيوله مروريه. الحمد لله يعني دايما كوبري عباس في تلك الاوقات الصباحيه كان بيبقى فيه ازدحام مروري، بس الحمد لله النهارده فيه سيوله مروريه. كذلك القادم من مناطق مصر القديمه والكورنيش والمتجه الى ميدان الجيزه هناك سيوله مروريه. الازدحام الوحيد اللي موجود هنا حاليا هو في شارع النيل كما نرى في المشهد، هناك ازدحام مروري وانا سامع حتى الان بتحاول الاداره العامه لمرور الجيزه سحب تلك الكثافات التي يعني مش معتاد انها تظهر في مثل هذا الصباح. اما بالنسبه لنفق كوبري عباس المتجه لميدان الجيزه الحمد لله هناك سيوله مروريه. يعني انتهاء هناك ثلاث تكدسات، شارع النيل القادم من ميدان المنيب، التكدس الثاني اعلى كوبري صفت القادم من الدائري، التكدس الثالث اعلى كوبري 15 مايو. غير كده الحمد لله هناك سيوله مروريه في انحاء محافظه الجيزه. وصباح الخير ويوم سعيد ان شاء الله. صباح الفل هاني، وطبعا كالعاده معلومه كافيه ووافيه. تعتقد كده يعني معظم مناطق الجيزه حاله من السيوله المروريه ما عدا بعض المناطق، وده الحمد لله يعني شيء ايجابي انه معظم يعني مناطق الجيزه ماشيه بكل صوره وكل يسر. بشكرك شكرا جزيلا على يعني وفره المعلومه زميلي هاني النحاس المتواجد داخل الاداره العامه لمرور الجيزه، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا بعد ما طمنا كده على حاله المرور في مناطق كتير في محافظه الجيزه، تعالوا ننشط كده الدوره الدمويه يعني واحنا قاعدين في البيت ممكن نمارس بعض التمارين الرياضيه بكل سهوله مع الكوتش ساره وزميلتي فرح. تعالوا نتابع. يا صباح الفل والنشاط، وجه ميعادنا مع التمارين بسيطه وخفيفه. النهارده هنتمرن حاجات مختلفه ومعانا كوتش ساره. صباح الفل يا ساره، عامله ايه؟ صباح الخير عليكم. كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. مرن ايه بقى النهارده؟ النهارده هنتمرن تمارين كارديو لعضله القلب، هو في نفس الوقت هنقوي عضلات الرجلين، تمارين فانكشن زي اللي بنعملها في ايامنا عادي جدا. هنوظفها ان احنا هنقوي عضلات. حلو قوي، وقوي عضله القلب. الكارديو ده دايما اللي هو بيحرق دهون، يعني بيحرق دهون وفي نفس مرن بقى كده كوردينيشن توافق عضلي عصبي وفي نفس الوقت تقويه. ماشي يلا بينا، بس تابعيني بقى. يلا بينا هنسخن الاول. سخن الاول مش اوكي. كعب مش كعب، سخن من تحت لفوق، ايدي بقى معايا كاني بمشي أوكي. في مكان بعد كده هطلع لفوق شويه اسرع، كمان 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 نجري في مكان بعد كده الورا. كل تمرين من دول بنعملهم من 10 ل 15 عده اوكي في الاول. حلو، ممكن مره واحده حسينا ان احنا لسه ما سخناش هنعيدهم تاني اهو. مشط كعب مشط كعب، هعمل ركبه لقدام لفوق شويه اسرع 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 بعد نعلي بقى. ماشي ايوه 30 عده يعني تقريبا 30 ثانيه. حلو تمام، بعد كده لورا وبعدين ورا اوكي. طيب احنا لما بنيجي نقعد على الكرسي مشتنا ركبنا كتفنا على خط واحد، ايدي قدام كاننا هنقعد على الكرسي وركبي فتحة رجل قد ايه؟ قد كتف. بصي لو جبت مسطرة كده بالظبط على خط أوكي. واحد ماشي ماشي، ايدي قدام هقعد 10 عدات. لو في كرسي اقدر المسه
وابقى شايفه دايما مش رجلي. اوكي. يعني دايما وانا بقعد ما نمنش لقدام. ما اطلعش لقدام ومحمله على الكعب الرجل. بالظبط، مش قادر انزل المستوى ده او المستوى ده، ده اخري تمام، مش مهم كده انا مشغله برضو على. ما نضغطش على نفسنا يعني، يعني او ما فيش. نعمل على قد ما نقدر. بالظبط. يلا بينا. يلا بينا. 10 عدات. بعد كده هطلع بركبي لفوق بسرعه. وبعدين 10 عدات. هنزل تاني سكوات. 10 عدات. 4 5. شاطرة يا فرح. بعد كده ايدي من هنا هتعدي من تحت ركبي. اوكي. هنا. 3. لازم بسرعة ولا عادي؟ لا عادي، ممكن مش لازم اسرع حاجة، ممكن بالراحة بس ما اقفش خالص يعني. بس اهم انزل رجلي. بنطلع الرجل لفوق مش بننزل بظهرنا. علشان اشغل الكور معايا والرجل. هنا. أوكي. تحت رجلي، تحت ركبي، وبقرب الابر بادي او الجزء العلوي من رجلي. بعد كده هنزل تاني سكوات. ماشي. يلا يا فرح، اللي شغال معانا هيحس بعضله قلبه، هيحس ان نفسه عالي. مش زي خالص يعني. انت شاطره يا فرح، انت رياضيه قديمه. رجل ورا. اوكي. كده بلمس بس. بصي يا ساره، بلمس بس بالمش. لا. اوكي. بلمس. ارجع تاني في مكان المس ورا. اه مش بننزل يعني. بالظبط. هنا والورا، تاتش الورا. بعد كده سكوات تاني، يلا بينا. سكوات جميل يا جماعه، السكوات جميل. بنشغل كل عضلات الرجلين وفي نفس الوقت احنا بنعمل كارديو. اوكي. تاني فوق 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 بسرعه. 10 عدات. هنزل سكوات، هنعيدهم مره كمان. تاني راوند سكوات مع ني هاي. وايدي من تحت ركبي. حلو. بعد كده سكوات تاني. خسينا 5 كيلو تقريبا يعني. يعني ممكن 3 كتير 5 كيلو في تمرينه. هلمس لورا، هلمس ورا. هايل. اهم حاجه طبعا في تمارين الكارديو ان انت لما تكوني معليه الهارت ريت او ضربات القلب لازم بعد ما تخلصي تمرين تهدي. ما ينفعش اقف فجاه زي اللي بيجري في تراك. غلط انه اخلص واقعد ارتاح. ما ينفعش انا تعبت بمشي في مكاني بقلل سرعه ضربات قلبي بالراحه. اوكي. دي نصيحه مهمه جدا يا ساره فعلا. ما ينفعش ان انا اللي حتى بيقطع الحبل في اي سباق بيكمل بعد كده. بيخفف شويه. ما ينفعش يقف مره واحده. اوكي. بنهدي. طب بالنسبه لشرب الميه يا ساره، واحنا بنتمرن ودقات القلب بالظبط سريعه وكده بنستنى بس لازم طول التمرين اشرب ميه، يعني ما اشربش ميه مره واحده. اوكي. اشرب ميه بالراحه حبه حبه علشان خاطر جسمي برضو ما يحصلوش دي هدف. حلو قوي. ميرسي يا ساره. ميرسي. صباح الخير. دايما منورانا في صباح البلد. ميرسي يا فرح جدا. شكرا. صباحكم زي الفل. صباحك فل يا فرح وتسلم ايدين الكوتش ساره. دايما كده الرياضه في صباح البلد اساسيه، كل يوم بنحاول ناكد ان احنا نمارس شويه رياضه في البيت هيفرقوا معانا كتير. تعالوا دلوقتي نطمن على او نتعرف على مجموعه من الاخبار الهامه والاحداث سواء محليا او عالميا من خلال موجه صباح البلد مع رشا. شكرا جاد. وإلى موجز أخبار صباح البلد، يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر. تنطلق اليوم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية الذي تنفذه الوزارة خلال الفترة من 13 إلى 16 من مارس الجاري، وبمشاركة 36 كلية وقسم إعلام من مختلف الجامعات المصرية بواقع 160 طالبا وطالبة من المقيدين بالفرقة الأولى وحتى الثالثة إلى جانب أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والحاصلين على درجة الماجستير، فضلا عن وفد من شباب إعلام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
حددت وزارة الإسكان اليوم كآخر موعد للتسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي للحجز لوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة. وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد قرر زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية نظرا لوصول عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز إلى ما يزيد على 27 ألف مواطن، في حين وصل عدد من قاموا بالتسجيل ورفع مستنداتهم إلى ما يزيد على 22 ألف مواطن. رياضيا، تقام اليوم ثلاث مباريات في إطار منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر، حيث يستضيف فريق غزل المحلة في 3 عصرا فريق إسترن كامباني، فيما يواجه فريق طلائع الجيش فريق حلوان العام في نفس التوقيت على استاد جهاز الرياضة العسكري. على أن تختتم مباريات اليوم في 6 مساء بلقاء فريقي البنك الأهلي وأسوان على استاد بتروسبورت. وتستأنف اليوم مباريات الجولة 4 من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها 19، حيث يلتقي على أرضه فريق المصري البورسعيدي مع منافسه أوتوهو الكونغولي في 6 مساء، فيما يواجه فريق بيراميدز مضيفه الصفاقسي التونسي في 9 مساء. نهاية الموجز، عودة إلى جاد. شكرا رشا، واكيد منتظرين مزيد من التفاصيل والتغطيه وتعليق على اهم الاحداث من خلال ضيفك في الاستوديو بعد قليل في جولتك في عالم الصحافه. اما دلوقتي فحكايتنا حكايه شارع من الشوارع القديمه العتيقه العريقه في وسط البلد، شارع كلنا يمكن سامعين عنه بنعدي عليه، هنعرف سبب تسميته شارع شامبليون. تعالوا نشوف حكايته. يقع شارع شامبليون بين المدخل الرئيسي لدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو وبين ميدان التحرير، ويرجع سبب تسمية هذا الشارع بهذا الاسم نسبة إلى العالم جون فرانسوا شامبليون الذي قام بفك رموز اللغة المصرية القديمة بعد استعانته بحجر رشيد الذي تم اكتشافه أثناء الحملة الفرنسية على مصر، حيث نقش على الحجر نص بلغتين وثلاث كتابات وهما المصرية القديمة ومكتوبة بالهيروغليفية والتي تعني الكتابة المقدسة. ويعد شامبليون من العلماء المعدودين الذين كرهوا معاملة المستعمرين المستبدة ووقع في حب مصر، ولهذا أطلق اسمه على الشارع الذي كان يسكنه تخليدا لذكراه. مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشاهدينا، أن يكون في فقرتنا النهاردة الكاتب الصحفي المحلل السياسي العميد محمود محي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي. صباح الخير يا فندم، ومنور. بنور حضرتك يا فندم، ربنا يعافيك. خليني ابتدي بلقاءات السيد الرئيس، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امس باتريشيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. اكد الرئيس السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كوب 27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة غلاسكو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك. سيادة العميد، يعني أنا عايزة أتكلم في النقطة دي تحديدا على أنه الرئيس بيقوم بجهود كبيرة جدا، الدولة المصرية بكل مؤسساتها بتقوم بجهود دولية كبيرة جدا لما للتغيرات المناخية تأثير على المجتمع الدولي، لكن في جملة مهمة جدا اتقالت اللي هو حشد التمويل الدولي الضروري لذلك، وهي دي المشكلة.
اللي خلينا اتكلم اقول ان التغيرات المناخية هو سببها مش الدول الفقيرة، هو سببها الدول الغنية. يعني ارتفاع درجة حرارة الارض وثقب الايزون، والنهاردة المؤثرات بتاعت الثورة الصناعية اللي استمرت حوالي 80 سنة في العالم، وصلنا لفكرة النووي، وصلنا لفكرة ان احنا هنعود ايضا محافظين على البيئة ونخرج محطات الطاقة في بعض البلاد من زحمتها ومشاكلها من المنظومات ديت، زي مثلا ألمانيا النهاردة بتقفل محطات نووية. ليه؟ لأن هي اكتفت وبقى عندها بدائل تكنولوجية وعلمية. فالنهاردة الدول العالم، مش كل دول العالم سبب في التغير المناخي، لكن في دول اتأثرت بالتغيرات المناخية، منها مصر. يعني مصر من ضمن التحديات اللي بتواجه مصر خلال العقدين ثلاثة القادمين هي أزمة الطاقة وأزمة التغيرات المناخية. أزمة الطاقة شقين، شق إن احنا نوفر الطاقة، ويمكن الدولة عملت إنجازات رائعة في هذا الموضوع، وأبرزها طبعا الطاقة الكهربائية، ثلاث محطات بتوع سيمينز، يعني مسار فخر يعني، وبنبان بالظبط يا فندم يعني. ودخلنا على فكرة الطاقة الشمسية وحقول الطاقة الشمسية الكبيرة، وإن مصر تتميز بالغاز الشمسي، وده مش موجود في كل الدول، والحمد لله بنستغل ده بإرادة مصرية خالصة وبأفكار واضحة في إطار القدوم إلى المستقبل. النقطة الأهم إن مشكلة الطاقة كمان إن إحنا عندنا موارد طاقة يمكن تصديرها زي الغاز وخلافه، ولكن هذه الطاقة لابد إن إحنا نبذل مجهود كبير جدا في مجال الاستكشافات، وده بيتم بالمناسبة، والتعاقدات، لأن بعد مرحلة معينة مش هيبقى ده مطلوب في العالم، فإحنا محتاجين نخرج ده من أراضينا علشان نستفيد بمردوده من أجل استمرار مسيرة البناء للدولة. فيما يتعلق بالتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة والكلام ده كله، مصر بتتأثر بيه بطبيعة موقفها وبطبيعة الشح المائي اللي بتعانوا منه مصر بالمناسبة برضو. فبكل تأكيد احنا محتاجين للأفكار الخلاقة اللي هتتم تحت إشراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ان مصر يكون لها نصيب من هذا التمويل، ويكون لها نصيب كمان من العلم والتكنولوجيا بمشاركة بأيادي مصرية. فكرة استضافة مصر لهذا المؤتمر دي فكرة ذكية جدا جدا جدا، لان ده مؤتمر التغيرات المناخية، ده هيبقى حضرتك واحد على الاقل من 3 أو 4 مؤتمرات على المستوى العالمي. يعني مصر لما تبقى بتستضيف مناسبة زي دي، يعني العالم كله وقادة العالم كله هيحضروها، فبكل تأكيد ده انجاز كبير صحيح على المستوى السياسي. أيضا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. أكد الرئيس دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. كما أشار في ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية. يعني العالم كله مشغول باللي بيحصل، وتقريبا خليني أقول القضية الفلسطينية تكاد تتوارى عن الأنظار تماما، ده غير إن الأونروا نفسها كانت أخذت أكثر من، خليني أقولها بقى بالبلدي كده عشان الناس تبقى معايا، أكثر من خبطة وتوقف عملها وعدم استمرار عملها وخروجهم، ضغوط بشكل رهيب. لكن الرئيس دايما برغم كل الظروف اللي بتمر، حتى أيام ما كنا بنمر بظروف صعبة في مصر فترة الإرهاب وما بعدها، كان الرئيس داعم وواقف جنب الشعب الفلسطيني خطوة بخطوة. مصر مواقفها دائما بجوار الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يعني أنا بشوف أنه ضحية، يعني ضحية خلافات القادة بتاعته، ضحية خلافات العرب على القضية، في قادة عرب كتير جدا تجرب القضية، لكن لم يحدث أن في قائد مصري أو رئيس مصري تجرب القضية الفلسطينية، ده لم يحدث.
الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الدولة الوحيدة اللي اعلنت ان هي هتساهم في عملية اعادة الاعمار بنص مليار دولار برغم الظروف اللي بتمر بيها مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه شركات مصر واجهزة مصر ان هي تعمل بنفسها في قصة الاعمار. اللي انا ملاحظه ان التدخل الواضح لمصر وان مصر يعني بتعيد اعمار قطاع غزه بسواعد ابنائها بالشراكه مع اولادنا في فلسطين الفلسطينيين الشباب الفلسطيني، اكيد كل ده في ناس كتيره جدا كانت بتدفع اموال من اجل هذا المشروع لكن كانت بتجني من وراه حصاد سياسي او لاغراض سياسيه. مصر ما عندهاش غرض سياسي، مصر عندها غرض وطني، غرض قومي في هذا الموضوع. علشان كده تعرضت الأونروا لضعف في التمويل. احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي بيجيب الأونروا تاني يضعها في الصورة لسببين. سبب سياسي انها هي المنظمة الوحيدة المشكلة بقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لممارسة أعمال الإغاثة وتقديم المعونات للشعب الفلسطيني. ما فيش أي منظمة لا إقليمية ولا دولية تانية غير الأونروا. إعادة إحياء الأونروا ودفعها دفعة سياسية بهذا المستوى وإن التنسيق يتم عالميا على إن عملية إعادة الإعمار تتم بالتنسيق مع الأونروا تحديدا، ده بيدي مشروعية وبيدي مشروعية يعني ألا هناك يعني ما فيش غرض سياسي للجانب المصري من هذا. صحيح. والتعليم والصحة تحديدا، يعني احنا بنتكلم بقى على مدارس، بنتكلم على حاجات كتير بالظبط، لأن هم كمان بيرعوا التعليم حتى خارج الأراضي الفلسطينية. نعم. يعني حتى في العالم كله يعني، وهي منظمة طول عمر شغلها كويس جدا وشغلها ملتزم جدا، وبالمناسبة عناصر المنظمة ديت في غزة هم من أهل غزة. صحيح. فلسطينيين يعني. وخاصة لما يعني شوف الجملة، المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية بالزبط. بدون هليلة خالص، بدون هليلة، يعني احنا دخلنا المرحلة الثانية بدون هليلة خالص، بكل هدوء. والجانب الفلسطيني بيعي ده كويس جدا، وهم شافوا القدرة بتاعت ناسنا، والحمد لله الناس شغالة كويس يعني. الحمد لله. عندنا معلومات كتيرة بس احنا هنتكلم بقى في العموم. حاضر. هنتقل لخبر آخر، بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة. قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل كدولة وحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ومن بينها المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة. خلال اللقاء أطلع وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الوزراء على الموقف الحالي لتوافر المواد البترولية وكذا الموارد المتاحة والاحتياطيات المتوافرة والاحتياجات المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا. طبعا هو سعر برميل البترول عمال يعلى وينزل، يعني هو دلوقتي 114 كنا وصلنا ل 140، يعني هو عمال يعلى وينزل. والمتابع بيشوف ان الولايات المتحدة حتى خطاب حالة الاتحاد لبايدن كان همه الاول والاخير بيكلم الامريكيين على البترول والاسعار، لانه هو وصل سعر الجالون 2 دولار وده عمره ما حصل. لكن احنا الحمد لله يعني مصر خليني اقول ان احنا ما لقيناش المشكله دي زي ما كنا شايفينها في فتره، فاكره لما كنا نقف بالطوابير. لكن انا عايز اسال بقى سؤال، هذه التذبذبات في اسعار البترول هتؤثر ازاي على ميزانيه الدوله؟ ما انا بعمل موازنه عامه وبحط فيها رقم على حسب المعلن، هل بيتم بقى إعادة علشان عارف ليه أنا سألت السؤال ده سيادة العميد؟ لأن الإشاعات كتيرة جدا، لا لا لا. يعني كل ما بتحصل حاجة يقولك بصوا هيبقى سعر برميل البترول عندنا كذا، لا لا لا. بصوا هتلاقوا البنزين غلي كذا، بصوا يعني الناس برضو مش ساكتة. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. الموازنة العامة للدولة بقى، عشان أنا كنت نائب 5 سنين، يعني الموازنة العامة للدولة بيبقى فيها بنود حمائية. بنود حمائية يعني بيبقى في احتياطي بموازنة عامة. السيد رئيس الوزراء بيعمل عملية تبديل وتوافيق في بعض بنود الموازنة للظروف الطارئة. للظروف الطارئة، والظروف الطارئة بالنسبة لنا هو زي الأزمة العالمية اللي حصلت ما بين روسيا وأوكرانيا، أدت إلى ارتفاع مرحلي، مش هيبقى ارتفاع دائم، وأنا هشرح ده يمكن في موضوع أوكرانيا. هيبقى فيه تهافت على زيادة إنتاج البترول.
فلكن احنا في 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 صدمه بنتعرض لها خلال شهرين ثلاثه مش هتطول عن كده. يعني الصدمه دي مش هتطول عن كده. صدمه الحرب. صدمه الحرب مش هتطول عن كده. فكره الارتفاع سعر البترول هو الغاز اللي هيرتفع ومش هيبطل يرتفع. وده في مصلحه مصر ان احنا بنصدر طبعًا. غاز. لكن فيما يتعلق بالبترول، البترول مش هيرتفع بالصوره او مش هيستمر ارتفاعه، لان هم عايزين يستغنوا عنه كدول بتستغني عنه بالظبط. وبعدين الولايات المتحده الامريكيه الفتره اللي فاتت عامله نشاط كبير جدا في ان هي بتتصالح مع خصومها ايران وفنزويلا من اجل زياده انتاج البترول، ويمكن دي هتبقى يعني قد تكون ديت يعني يعني سبب لازمات قادمه. نرجع لمعالي دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، راجل منظم جدا، والمهندس طارق الملا من احسن وافضل وزراء البترول اللي جوه مصر. نعم حقيقي ده كلام يعني انا متاكد منه، لان الراجل ده اللي حجم الانجازات اللي تمت في وزارته، وانا دايما باعيد الانجازات والنجاحات اللي في بعض الوزارات أن هناك إرادة سياسية تسمح بده وبتدعم ده، اللي هو رئيس الجمهورية. صحيح. يعني أي وزير نجح في وزارته ما نجحش إلا إذا شعر أو هو قدر يستدعي قدرات وطاقات وإمكانيات الدستورية والقانونية للسيد الرئيس. فأنا شايف أن قطاع البترول بصراحة يعني إحنا مطمئنين نفسيا أن إن شاء الله القادم هيبقى أفضل ومتوازن كمان. متوازن. يعني في حالة توازن، حالة وشفافية. صحيح. يعني صحيح. حالة توازن وشفافية. هنتقل لقراءة مقال لحظة الصدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، والذي جاء تحت عنوان الأسعار ورمضان. وقالت أبو الفتح في بداية مقالها: لا حديث للبيوت المصرية هذه الأيام إلا عن ارتفاع أسعار البيض والدواجن واللحوم. الكل يتساءل وماذا عن يميش رمضان والسلع الرمضانية؟ والحقيقة أن الأسعار بدأت ترتفع والجنون يصيب الأسواق مع اختفاء بعض السلع. وفي المقابل إجراءات حكومية مشددة لمواجهة الأزمة. ففي ظل الحرب المشتعلة في أوكرانيا يمر العالم كله بأزمة وموجة غلاء طاحنة. الحمد لله من قبل اندلاع الحرب وسياسة مصر تقوم على ترشيد الاستيراد ومنع الممارسات الاحتكارية والاعتماد على انتاجنا المحلي من السلع والمحاصيل والحبوب والخضروات، كما وضعت الحكومة سياسات لمنع البناء على الأرض الزراعية وزيادة الحد الأدنى للأجور. صحيح أن موجة الغلاء طالت معظم السلع الأساسية، فتأثرت أسعار القمح والمكرونة والأرز والسكر والزيت الذي نستورده بكميات كبيرة، لكن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية جيدة، منها زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المخصصة لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، وتشجيع مشروع البتلو، ومنع تصدير السلع الرئيسية والاستراتيجية لمدة 3 شهور مثل العدس والأرز، تجديد الرقابة على الأسواق، إقامة شوادر وأسواق رمضانية بأسعار مخفضة بكل الأحياء. لن نضع رؤوسنا في الرمل، فهناك حرب عالمية تأثرت بها حركة التجارة والتأمين على السفن والشاحنات، والعالم كله على سطح صفيح ساخن، وعلى المواطن أيضا أن يقوم بدوره، رضينا أم أبينا. لابد من ترشيد الاستهلاك وتغيير بعض العادات والسلوكيات التي لا تتفق مع تعاليم ديننا الحنيف الذي جعل شهر الصوم لنشعر بالفقير ونتعاطف معه، وليس لجعله شهر الأكل وإعداد الطعام بلا حساب. الحرب عالمية وتأثيرها على الكل، ولا يستطيع أي خبير اقتصادي أن يقول أننا بعيدين عن المشهد. على الأقل سيكون هناك ارتفاع تكاليف الشحن مع ندرة السلع وحرص كل دولة على توفير المنتج لمواطنيها. أولاً، نعم بعض التجار يحجبون السلع يبيعونها بأسعار مرتفعة، وهو تصرف سيء جدا، إنما الأزمة على الكل، ولابد أن نتحول إلى شعب منتج وتعود القرية لدورها في إنتاج الغذاء وتربية الدواجن والنحل وإنتاج العسل. لابد أن تحاول كل أسرة أن تنتج وترشد من الاستهلاك. واضح أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا، وإن شاء الله ربنا يعدي موجة الغلاء على خير على مصر وشعبها، ورمضان كريم، ويا رب تختفي مظاهر البذخ في رمضان وتنتشر مظاهر التكافل الاجتماعي أكثر مثل شنط رمضان موائد الرحمن. وكل عام وإحنا بخير، ومصر دايما وشعبها قادر على تخطي كل صعب. الأزمة عالمية ونحن قادرون بتماسكنا وتكافلنا وتدايننا أن نحتفل ونقضي رمضان سعيد بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. يعني أستاذة إلهام جت على حتة مهمة جدا،
ويعني مع الأسف مع الأسف الحتة دي الناس كلها ما بتعملهاش. مصر مرت بظروف وبنمر بظروف، لكن ما زالت هناك مظاهر بذخ. إيه يعني لو ما فيش لوز؟ إيه يعني لو ما فيش تين؟ إيه يعني لو ما فيش مشمشية وقراصية؟ إيه المشكلة؟ صيام هيبوظ؟ يعني أنا مش عارفة. بس دي مشكلة الأغنياء مش مشكلة الفقراء. يعني دي مشكلة الأغنياء مش مشكلة الفقراء. مشكلة الفقراء حاجة بسيطة خالص. مشكلة الفقراء اللي هم يعني مش هيقدروا يوصلوا لليميش. هم عايزين بس يوصلوا لأن الخضار يبقى سعره كويس، والرز يبقى موجود، والفران يعني يصرفوا التموين، يعني العيش اللي على تموين البطاقة. ده كلام مهم جدا. الناس اللي هي قادرة لا، ده هي لازم ترشد، يبقى ده الأستاذة إلهام بتتكلم فيهم. لكن احنا هنا هنتكلم على الحكومة. الحكومة تشديد الرقابة يا أستاذ رشا. تشديد الرقابة ليه بقى؟ هقول لا، عايز أقول ليه تشديد الرقابة. أولا الحكومة موفرة لينا 5 شهور قمح، والمحصول هيزودنا كمان اللي هو في شهر 4 6 شهور. فاحنا ما عندناش أزمة، احنا ما عندناش أزمة غير أزمة الرقابة. أزمة الرقابة هنا حضرتك في إيه؟ إن أنا المواطن بتاعي عايز خضار، وعايز العيش بتاعه، وعايز الرز بتاعه، وعايز المكرونة بتاعته. رز ده موجود خلاص، الحكومة خدت إجراء مفيش تصدير. القمح ومشتقاته ومنتجاته هو عندنا موجود، هو اوريدي موجود عندنا، ووزارة التموين متحفظة عليه في الصوامع بتاعتها وبتنفذ العقود بتاعتها، وما عندناش خلل في هذا الموضوع. فكرة الرقابة بقى يا أستاذ رشا إن إحنا المواطن العادي عايز يحصل على التموين بتاعه طبيعي، وعايز يحصل على الرغيف بتاعه طبيعي، وعايز أسعار السلع التموينية تستقر. طب إحنا هنحارب التاجر الجشع ده إزاي؟ أنا عندي هياكل إدارية منتشرة في مصر. الوحدة الأساسية في مصر هي الوحدة المحلية لكل قرية، قرية كبيرة وأطرافها فيها وحدة محلية، فيها مكاتب تموين، وفيها إدارة محلية، وفيها نقط شرطة ورقابة ومتابعة، وفيها مفتشين تموين. كل دول لو تكاتفوا السادة الوزراء المعنيين بهذا الموضوع مع السادة المحافظين هنحقق الاستقرار من خلال الرقابة. لكن اللي أنا متأكد منه من واقع خبرتي، طب سيادة العميد ممكن أسألك سؤال؟ ما عندناش عجز في حاجة. أنا ما عندناش عجز. هل أنا عندي قانون يعاقب اللي بيخبي البضاعة واللي عندي. ما عندناش قانون بيلزم بعقوبات بعقاب حاد يا فندم؟ عندنا يا فندم، هقول لحضرتك على حاجه. احنا النهارده احنا عملنا يا فندم جهاز الرقابه على السلع، يعني عملنا جهاز الرقابه اللي هو، بس ما عندوش قانون يا فندم. عندنا يا فندم قانون اللي هو حضرتك النهارده الجهاز ده اللي يعني ده موجود في المهندسين في احمد عرابي. يعني جهاز الرقابي ده حضرتك هو مسؤول عن الكلام ده كله. وزارة التموين حضرتك النهاردة أنا بتكلم في مستوى سعر، يعني في نقطة حضرتك اتكلمت عليها مهمة برضو لفت نظري ليها. لما نيجي نتكلم على الدقيق الأبيض والعيش الأبيض اللي كان بجنيه بقى بجنيه ونص، أنا النهاردة الدولة لازم تتدخل من خلال الوزارة المعنية، تلزم هذا صاحب الفرن أنت بتستورد الشوال ده بكذا، مستوى البيع والتكلفة بتاعتك. طب ما أنا بدعمك في حاجات كتيرة جدا، بدعمك في الكهرباء، وبدعمك برضو حتى الآن ما زلنا على فكرة في دعم والسولار وكله. طبعا ما زال الدولة بتدعم ده طبعا. يبقى أنا قادر على إلزامه، قادر أن أنا أوقف رخصته، قادر أن أنا أخلق بديل. لكن النهاردة علشان خاطر تتنيها الثقافة الشعبية اللي بقالها 40 سنة، حصلت مشكلة في الخليج ارفع الأسعار ما حدش واخد باله، حصلت مشكلة، لا احنا ما عندناش مشكلة. الدولة مأدية دورها في ان عندها مخزون استراتيجي يكفي الدولة 5 شهور، واحنا كلنا بنثق في ده، ما عندناش مشكلة. قصة المتلاعبين يمكن السيطرة عليها من خلال تعاون المحافظين مع الوزراء المعنيين. يعني انا بقول الدكتور مصطفى مدبولي يمكن راجل فاهم ومتفتح جدا في هذا الموضوع، وزير الاداره المحليه ينزل لف المحافظات يخلي مفتش التموين مش رايح لمواطن او رايح لتاجر بطوله، لازم يروح معاه حد من مجلس المدينه او مجلس الحي، يبقى في مظهر لمظاهر الدوله في قصه الرقابه، ويبقى في حسم في هذا الموضوع. ورؤساء الاحياء فين؟ في اي حته يعني بيعملوا دول. ايه يعني؟ ما هم دول يا فندم. انا بتكلم حضرتك في ان تكاتف اجهزه الاداره المحليه طبعا مع الوزارات المعنيه. اشتغلوا شويه بقى. لكن على مستوى راس الدوله لا، عندنا كل حاجه، ما عندناش صحيح. مشكله. صحيح. يعني احنا ما عندناش مشكله. طب خلينا بقى نروح ل صوت المعركه. في قمه هيعقدها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ان شاء الله هيتبقى الاسبوع الجاي.
عبال ما نوصل للقمة ما عرفش إيه اللي هيحصل يعني، مع زعماء من البلدان الإسكندنافية ودول البلطيق اللي هم جيران روسيا، على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية اللي بتحدث لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة. المناورة دي هتبقى فين؟ في النرويج اعتبارا من الاثنين بكرة يعني. يشارك في المناورات اللي أطلق عليها اسم تمرين الاستجابة الباردة، أكثر من 30 ألف جندي من 27 دولة سيتدربون في درجات حرارة ما دون الصفر، يعني هم بيعملوا زي محاكاة كده للجو الروسي يعني. بالتزامن مع ذلك يستقبل جونسون الثلاثاء في لندن قادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف من 10 دول يركز على الأمن في شمال أوروبا. وقال جونسون في البيان إن الأمن الأوروبي اهتز بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، وسنتخذ جنبا إلى جنب مع شركائنا إجراءات لضمان خروجنا أقوى وأكثر اتحادا من ذي قبل. أنا بقى عايزة أقف هنا بقى شوية سيادة العميد. أيوة. لأنه يعني أنا من متابعتي، معلش، أنا بسمع تصريحات من جونسون، وبسمع تصريحات من أمين عام حلف شمال الأطلنطي، وبسمع تصريحات من زيلينسكي ومن أوكرانيا، وروسيا قليلة التصريح قليلة التصريح، ومحدش بيقول للثانية بالظبط. طيب الناس بقت تقول لك إيه، وفي نفس الوقت بنلاقي إن في تقدم لروسيا على الأرض، 75% من إقليم دونباس بقى مع روسيا، هو داخل دلوقتي بقى كمان على ليفيف، وليفيف أهميتها اقتصادية كبيرة للي متابع الحرب يعني. فالناس بتقول لك إيه، محطة خروج اللاجئين، مين إيه الناس دي بتكذب، ولا مين الحق، مين اللي صح ومين اللي غلط يعني، بقت في حالة تضارب في اللي بيحصل ده. بالظبط يا فندم. خلينا نتكلم في نقطتين مهمين جدا، في عندنا حاجة اسمها حلف الأطلنطي، وفي عندنا حاجة اسمها الاتحاد الأوروبي. بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لها علاقة بالبلدان الأوروبية غير ان هي عضوة في حلف الأطلنطي. حلف الأطلنطي في 3 دول رئيسية فيه من خارج أوروبا، أمريكا، كندا، شبه جزيرة بريطانيا، مش في الكتلة الأوروبية اليابسة، هي خارج. أمريكا وكندا وبريطانيا ضموا ليهم استراليا وضموا ليهم نيوزيلندا وعملوا الفايف بلو آيز، 5 دول بيشتركوا في القيم، لهم أنشطة وشراكات قوية جدا في مجال التسليح. وده برز إمتى؟ لما انسحبت استراليا من صفقة الغواصات الفرنسية وراحت تعمل صفقة غواصات مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالدفع النووي، ودي أول مرة أمريكا تسمح بده. أزمة روسيا كانت كاشفة، كانت كاشفة ليه؟ لأنها ما بدأتش النهاردة. طب معلش دي واحدة قبل ما نروح لأزمة روسيا، جاستن ترود الرئيس وزراء كندا أنا شفته مرة واحدة في أول الحرب بس تصريحاته في منتهى العنف، وهو حضرتك التزام كامل بالخط الأمريكي. اللي بيقود المجموعة دي فكريا والأكثر شراسة هو بريطانيا، بوريس جونسون ووزيرة الخارجية بتاعته. الرئيس فلاديمير بوتين أعلن رسميا إن هو لما طلب من وزير الدفاع وقائد ورئيس أركان الجيوش في الاتحاد الروسي رفع درجات استعداد القوات الاستراتيجية والنووية، كان ردا على تصريح وزيرة خارجية بريطانيا هي التي هددت روسيا العظمى. فالجانب اليميني في الحلف هو بقيادة بريطانيا، تاني الجانب اليميني في الحلف هو بقيادة بريطانيا. ولو بصينا لطبيعة المناورات فبنتكلم على دول اسكندنافيا اللي بتشترك في كثير من الروابط والقيم مع بريطانيا تحديدا دون باقي دول الاتحاد الأوروبي. في 3 دول من اسكندنافيا مش أعضاء في حلف الناتو، السويد وسويسرا، وسويسرا تعتبر يعني من اسكندنافيا، وفنلندا اللي هم طلبوا دلوقتي الانضمام لحلف الناتو. فبريطانيا النهاردة بتقود، عايزة تقود أوروبا من خلال عباءة حلف الناتو، على عكس فريق تاني خالص. الفريق التاني حضرتك فريق ألمانيا وفرنسا وبقية الدول الشرقية في أوروبا الشرقية اللي قريبة فكرا من الجانب الألماني، زي بولندا وزي رومانيا وزي ملدوفا وزي بلغاريا على سبيل المثال، وزي المجر والتشيك، سلوفيكيا، كل الدول دي بتدور في فلك ألمانيا وفرنسا. هنا بريطانيا أنا بشوف إن هي
بعد خروجها البريكزيت من الاتحاد الاوروبي بتعيد صياغه مفهوم الامن والعلاقات في اوروبا تحت مظله حلف الايه؟ الناتو، ومن وراها اربعه بيدفعوها. مين الاربعه؟ امريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، اللي هو الكنيسه الانجلوساكسونيه من الاخر يعني. فهنا حضرتك الموضوع العلاقات نفسها بقت النهارده انا شايف ان الصراع برغم ان هو صراع عسكري على الارض، لكن في المرجعيه والخلفيه حضرتك هناك صراع ثقافي. هناك صراع ثقافي، والصراع الثقافي جانب منه، جانب من هذا الصراع الثقافي القيمي الدين، اللي هو مش الدين كدين ولكن الطائفة الطائفية، وده مش هيظهر دلوقتي في المرحلة دي لكن هو هيظهر في المستقبل. قضية المختبرات اللي ظهرت، البيولوجية اللي موجودة في أوكرانيا والطيور المرقمة والقصة تمام. دي من ضمن الأبحاث حضرتك هو تطوير جراثيم تستهدف جينات السلالة السلافية تاني اللي هي بتنتمي إليها روسيا، الاتحاد الروسي، السلافيين، السلاف دول اللي هم بيمتدوا بقى لسلوفاكيا وبيمتدوا لصربيا والجبل الأسود وجزء من كرواتيا وجزء من كبير من أوكرانيا أيضا، منتشرين في هذه المنطقة. حتى الشغل على الاستهداف اتعملت أبحاث على جينات السلاف تحديدا، عشان كده بقول لحضرتك الحرب في مفهومها وفي مرجعيتها أكبر مما حد يتخيل في المرحلة دي. الجانب الروسي من 2007 مع الرئيس بوتين في أول حضور له لمؤتمر استوكهولم أعلن أن روسيا الاتحادية لديها الرغبة في أن الناتو لا يعني يقف عن فكرة التمدد. لم يستمع إليه أحد. في 2008 خد حتة من جورجيا، في 2014 خد حتة من أوكرانيا برضو قرم، ولكن أيضا ما كانش فيه فكرة التواصل الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي يعني في قدرة أن أنا أنشئ قوة عسكرية ويبقى لي ميزانية عسكرية خالصة. خروج بريطانيا هو اللي أضعف الاتحاد الأوروبي، لأن لما كانت بريطانيا موجودة كان يستطيع الاتحاد الأوروبي بوضعه الحالي يشكل قوة أوروبية مشتركة. الخروج البريطاني هو مش عايز يخرج أمريكا من الموازنة أو من اللعب على المستوى العالمي، لأن التحديات بتتخطى روسيا بتذهب إلى اتجاه الصين، لأن هناك حلفاء في الشرق زي كوريا الجنوبية وزي اليابان وزي تايوان، دي على علاقة شراكة استراتيجية بالجانب الغربي والقيمي كمان مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهنا حدث الانشقاق. عشان كده هتلاقي حضرتك كل الاتصالات الأوروبية اللي بتتم مع الرئيس بوتين بتتم من خلال ماكرون وشولتز، هم دول الجزئين المسؤولين القادرين على التفاهم مع روسيا. بوتين برغم ان هو طور اسلحته وجهز دولته وحضر نفسه للمعركة الحالية، الا ان بوتين طول الوقت كان بيقدم نفسه للجانب الأوروبي بيقول ان انا أوروبي زيكم، انا غربي زيكم، لم يعد هناك سبب للعداء. لو بصينا على مجلس الامن حضرتك علشان خاطر الناس توضح الصورة اكتر، التلات قوى العظمى اللي في مجلس الامن القادرين لوحدهم كل دولة بمفردها على شن الحرب وتحقيق اهدافها الاستراتيجية، امريكا وروسيا والصين بس. طب ما هي بريطانيا موجودة بمناسبة ايه؟ بريطانيا موجودة بمناسبة ايه؟ بتمثل القارة الاوروبية. فرنسا بتمثل مين؟ افريقيا حضرتك. سنة 45 لما اختاروا فرنسا اللي كانت مهزومة لحد سنة 43 لحد انزال نورماندي وتحرير فرنسا من قبضة الالمان، كانت فرنسا بتمثل المستعمرات بتاعتها افريقيا كعضو في مجلس الامن. فالنظام الدولي ما بعد حرب اوكرانيا حضرتك دي ونتائجها، هي لها سيناريوهات كتيرة جدا لو في وقت ان شاء الله في المستقبل نشرعه، ولكن في النهاية هيحدث أنه سيحدث تطور في العالم لن يكون أحد القطبية مرة أخرى. طيب أو لا، عشان أنا وقتي خلص، هل ممكن أقول في هذه المرحلة أنه حلف الناتو فشل؟ طبعا فشل، وروسيا انتصرت، وأنا بأكد أن بوتين انتصر استراتيجيا. هم بيقولوا هنهزمه استراتيجيا، لأول انتصر على الأرض وانتصر استراتيجيا وهو قادر على تحمل تبعات الحرب. صحيح. العميد محمود محي الدين الباحث في شؤون الامن القومي، انا بشكرك شكرا جزيلا على الشرح اللي حضرتك اديته لنا ونورتنا. شرف لي يا فندم، ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون خلصت فقرتنا الاخباريه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل موعدكم مع الفقره الرياضيه الاسبوعيه، انتظرونا. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقرتنا الرياضيه الاسبوعيه المتجدده كل اسبوع، دايما بنحاول ان احنا نغطي الاحداث الرياضيه كلها على مدار الاسبوع
بتبقى متلخصة بيبقى معانا دايما ضيف عزيز ناقد رياضي يقدر يغطي لنا كده ويبسط لنا المشهد ونعرف التفاصيل الكواليس. كل ده هيبقى موجود معانا النهاردة، يبقى دايما معانا أكتر من صورة بنبقى سايبين ضيفنا إن هو يعلق عليها. خلونا نرحب بضيفي وضيفكم ناقدنا الرياضي الأستاذ محمد البروي. صباح الفل يا أستاذ. صباح الفل أستاذ محمد، صباح الفل كل السادة المشاهدين، ومبسوط دايما أنا موجود معاك وموجود في صدر البلد. يعني منورنا دايما. الفكرة تكون ممتعة للمشاهدين. بس الشياكة النهاردة زايدة حبتين، هو دايما شيك بس الشياكة زايدة شوية. شكرا حبيبي. السلام عليكم. كسوبنا. طيب خلينا نخش بقى في اخبارنا. طبعا احنا بنبقى معانا صورة بتبقى هي اللي يعني عادة مسيطرة على المشهد الرياضي، نظهر الصورة وتبقى ليك حق التعليق، المفروض الصورة تظهر على الشاشة. ربنا يستر. طلعت النادي الاهلي صح كده؟ يعني اداء امبارح ما كانش مطمئن خالص، ما كانش مطمئن. الخساره امام صن داونز ذهاب اياب صعبه على جمهور الاهلي، وتقبلها كمان صعب. الاهلي عنده فرص طبعا للصعود اكيد، انه هيلعب مع الهلال والمريخ في القاهره هنا، لكن الخساره بالشكل ده ذهاب واياب والمستوى اللي قدمه الاهلي امبارح لا يقلق. يعني الفريق البطل، انت حامل اللقب نسختين متتاليتين، فانت بتدي رساله طول الوقت للفرق المنافسه ليك في البطوله ان انت قوي وان انت قادر، لكن الخساره دي بتطمع بشكل كبير جدا المنافسين فيك. لازم بره جوه مصر او بره مصر تظهر بشكل يليق بيك كمنافس وكحامل لقب للبطوله. اعتقد الاهلي محتاج يرجع كتير جدا نفسه، لعيبه الاهلي وموسيماني كمان محتاجين يراجعوا نفسهم بشكل كبير جدا في الفتره الجايه، لان اوقات بشوف فيه صحيح في اجهاد. انا كنت لسه اقول لك، يعني مش حاسس ان احنا يعني في تعاطف شويه مع الاهلي نظرا لكثره وتزاحم المباريات، يعني البيراميدز وانت بتسافر بعد ما بتخلص ماتشك مع بيراميدز في نفس يوم بالليل وبتسافر، فهل ده ما ورحس ان الملعب حتى ملعب صن داونز كان كره بتنط كتير، يعني في اجهاد بس في نفس الوقت في رعونه، وفي بعض اللاعبين بعيدين تماما عن مستواها. لازم في لعيبه كتير في الاهلي لازم تراجع نفسها، يعني مستواها يعني بيتراجع بشكل كبير جدا، بيظهروا ماتش ويختفوا ماتشات كتير جدا. فاعتقد يعني لازم كمان موسيماني يبدا يدخل مجموعه تانية من اللاعبين ويعمل تدوير بشكل اكبر من كده، خاصه ان الفتره الجايه كلها هتكون مضغوطه بشكل كبير جدا. عنده ماتشين مهمين جدا مع المريخ والهلال مصريين، فاعتقد هو مطالب لازم يكسب الماتشين بالظبط. وانا اعتقد يعني كان الاول بيقولوا لو جدد موسيماني الضغط هيخف عليه شويه، لا انا اعتقد ان تجديد موسيماني هيعمل ضغط اكبر بكتير جدا من الضغط اللي كان موجود عليه قبل ما يجدد عقده. طيب ننتقل لصورة اخرى برضو كانت مسيطرة على المشهد الرياضي في الايام اللي فاتت، وخلينا نظهر الصورة مع بعض. يعني كان الله في عون جماهير الزمالك يعني، لكن اذا عشان نكون واقعيين، او جمهور الزمالك اتمنى يكون واقعي في التعامل مع الحالة اللي بيمر بها النادي حاليا. انت عايز ايه؟ عايز ايه من الموسم الحالي؟ اعتقد الزمالك محتاج الموسم الحالي يبني فريق للموسم الجاي، جاهز فريق. عنده فيريرا مدرب كبير جدا، عنده نجح قبل كده في الزمالك ومدرب يقدر يبني فريق بشكل كويس جدا. المجلس الاداره محتاج اللعيبه اللي مش حابه تجدد في النادي او اللعيبه اللي مش عايزه تكمل في الزمالك تقدر تمشي. هم بالفعل يعني اعلنوا ان هم في مجموعه مش هيجددوا لهم، مش محتاجينهم. فاعتقد الاكتر حاجه الجمهور الزمالك محتاج يصبر عليها حاليا انه ازاي يبني فريق للموسم الجاي. الفريق هيتعرض لهزات الموسم، اتعرض لهزات وقد يتعرض لهزات اخرى الموسم الحالي. ما عندوش غير بطوله الدوري ينافس عليها، وهو بعيد شويه عن الاهلي وبيراميدز في المنافسه، فبالتالي خلاص يعني انت بنسبه كبيره جدا فرصك في المنافسه على الدوري كمان قليله. فالافضل ان الجمهور يصبر على الحاله اللي هيمر بها الفريق والنادي، وفي نفس الوقت يبدا مجلس الاداره يشتغل للموسم الجاي. انا عارف ان هم بداوا يكلموا عدد كبير من اللاعبين في الدوري المصري ومحترفين كتير جدا لضمهم الموسم الجاي، وان هم يعملوا فريق كويس. اعتقد ان فيريرا يقدر يبني فريق جيد للزمالك، وفي نفس الوقت اللاعب اللي شايف ان هو اكبر من نادي الزمالك، اللي شايف ان هو مش حابب يكمل في نادي الزمالك يقدر يمشي. الزمالك اكبر من اي لاعب بيلعب فيه، يعني الزمالك
وتاني اكبر نادي في افريقيا ومن اكبر انديه افريقيا، فاعتقد الزمالك اكبر من اي لاعب وخيره على اللعيبه كتير موجوده فيه. يعني للاسف يعني شويه اللاعبين ما بقوش يقدروا قيمه الجماهير او قيمه اللي الجمهور بيعملوا علشانهم، فاللعيبه بقت تبص شويه على جوانب اخرى وده حقهم بالتاكيد، لكن في نفس الوقت ده ما يسمحلكش انك تاثر مع فرقتك ومع ناديك. فاتمنى ان النادي يقدر يبني للموسم الجاي بشكل افضل. طب انت مع قرار يعني تقريبا وقف مستحقات اللاعبين لنهايه الموسم؟ يعني هل انت مع القرار؟ انا مع القرار بس مش مع توقيته. يعني انا شايف القرار هو قرار مناسب خلاص. يعني في لعيبه هي مش هتأدي، مش هتديني في الملعب، مش عايزه تظهر. يعني الاسماء معروفه، يمكن ابو جبل، اشرف بن شرقي، طارق حامد، اللعيبه اللي تم الاعلان عن الاستغناء عنهم او عدم التجديد ليهم. لكن في نفس الوقت التوقيت صعب، احنا في نص الموسم تقريبا، عندنا لسه باقي الموسم طويل جدا في الدوري، ففي ماتشات كتير جدا. فبالتالي حتى لو احنا مع القرار اعتقد توقيته صعب شويه، لانه هيعمل دروب اكتر في الفريق، يعني هيأثر بشكل كبير على الفريق. فالافضل انه كان خلاص بنهايه الموسم ان احنا مش هنجدد، وان احنا خلاص يعني الموضوع انتهى والعرض بتاعنا لم يعد ساري. فالتوقيت اعتقد ما كانش موفق بالنسبه في رايي، وفي نفس الوقت كمان بعد خساره من الوداد في القاهره اعتقد بس الخلاف على التوقيت، لكن انا مع القرار تماما. طب يعني لاعب حارس مرمى بحجم يعني ابو جبل اثبت نفسه في كاس الامم الافريقيه، راجع يعني الناس كلها بتشيد بيه، مستوى اختلف، يعني هل ده راجع لابو جبل ولا راجع ليه؟ التركيز، تركيز في انا مكمل مع نادي الزمالك ولا لا. يعني خلينا نكون متفقين برضه، ابو جبل من حقه يدور على النادي اللي هيقدره ماليا بشكل جيد. ابو جبل يعني قدم بطوله كبيره جدا في امم افريقيا، 33 سنه، فمحتاج قد يكون ده اخر عقد بالنسبه له. فبالتالي هو محتاج، هو شايف ان انا محتاج اللي يقدرني ماليا، ومش شايف ان عرض نادي الزمالك مناسب بالنسبه له، فيقدر يشوف اي عرض تاني. لكن تراجع المستوى طبيعي، يعني انت مش مركز اصلا نادي الزمالك، الفرقه كلها بتمر بمستوى غير جيد، فطبيعي ده كله هياثر على كل اللاعبين مش على لاعب واحد بس. فطبيعي التراجع ده يكون باين على محمد ابو جبل، يعني او التاثير ده باين عليه، رغم ان انا ما شفتش اخطاء كتير ليه، يعني ما شفتش يعني حاجات فجه ظهرت منه، انا بالعكس انا بشوفه بيأدي بشكل مش وحش يعني. لكن في نفس الوقت هو التأثير ده بيطال الجميع. طب اعتقد برضو القرارات طالت يعني لاعب اساسي وكابتن طارق حامد، ده يأثر ازاي برضو على يعني الروح داخل نادي الزمالك، خاصة ان هو دلوقتي مش التركيز كله على الدوري؟ يعني ده اللي كنت بقول لحضرتك، اللي هو التوقيت نفسه، يعني اذا انا مع القرار لكن التوقيت مش مع التوقيت طبعا، لان انت في نص موسم لسه فاضل، اذا حتى خرجت من بطولة افريقيا فانت عندك ما زال عندك فرص في الدوري المصري، الفرق برضه مش كبير، يعني كان 5 نقط او 6 نقط تقريبا، الفرق مش كبير. فانت الافضل ان انت لا خلاص حافظ على القوام بتاعك، حتى لو مش هتجدد اللاعبين ما تعرضش اللاعبين لصدام مع الجمهور، لان ده قد يكون نتائجه عكسيه بشكل كبير جدا. لازم تحافظ على اللاعبين خلاص، يعني العلاقه تمشي باحترافيه بينك وبين اللاعبين، احنا مكملين لنهايه الموسم لكن انت مش موجود معانا. لكن في نفس الوقت اللاعب ما ينفعش يتمارض على النادي. يعني انا مش عايز اجدد مع النادي، فانا اكون واضح انا مش هجدد مع نادي الزمالك، او انا طالب الرقم او المبلغ الفلاني علشان اجدد مع نادي الزمالك، فانا اكون واضح في التفاوض والنادي واضح معايا. اذا ما وصلناش لاتفاق فاحنا محترفين بنكمل لنهايه الموسم بشكل جيد جدا، بعلاقه احترافيه جيده جدا، وبينتهي الامر. لكن فكره التمارض من اللاعب على او من اللاعبين على النادي، فدي فكره مش مقبوله ابدا، مش مسموح بيها. يعني اعتقد الحمل اصبح ثقيل على فيريرا في الفتره القادمه، وبنامل طبعا ان احنا نشوف الزمالك في افضل صوره، حتى ولو هيبقى التركيز كله على الدوري المصري، ان شاء الله نشوف ربما تحسن في الشكل العام والاداء للنادي الزمالك في الفتره القادمه. خلينا ننتقل لمشهد اخر وصوره اخرى اعتقد برضو مهمة جدا ان احنا نطمن عليه. مش مطمن له. يعني المشهد صعب، انا ببقى شايف التراجع الاهلي اللي فيه الاهلي وفي الزمالك الفترة الحالية، الضغط اللي موجود فيه اللعيبة والاجهاد اللي بيمروا بيه، كمان التجهيزات، مش شايف ان في تجهيزات بتتم بافضل شكل مع كيروش او من كيروش.
فشويه يعني انا بالنسبه لي عندي قلق شويه من الاستعداد لمباراه السنغال. كنت برضه هنا طالبت قبل كده وهطالب تاني ان يكون في وقت كافي للاستعداد للمباراه حتى لو بايقاف الدوري المصري خلال هذه الفتره، يكون في معسكر مغلق يكون موجود فيه اللعيبه المحليه يعني حتى ينضم ليهم اللاعبين المحترفين. يتم عمل استشفاء جيد ليهم، يطلعوا من الحاله الذهنيه والبدنيه اللي موجودين فيها، يتم تجهيزهم كويس ويلعبوا ماتشات وديه، يكونوا حاضرين بشكل كويس، يتم تجهيزهم نفسيا كويس قبل المباراه. ده مباراه مصريه اعتقد مباراتين اتنين اعتقد انا بالنسبه لي اهم من الدوري، من ان الدوري يقف. يعني ايه المشكله ان الدوري يقف اسبوع او 10 ايام؟ فانا يعني اتمنى ان يكون في تجهيز بشكل افضل للماتش ده او الماتشين دول، ويكون في معسكر مغلق للاعبين مع كروش. طيب احنا طبعا صوره اخيره هنبقى عايزين ان احنا كمان نعلق عليها، اعتقد كلنا كنا متابعينها امبارح وقلقنا كلنا، فاحنا نستعرض الصوره الاخيره. يعني ألف سلامة إن شاء الله. يعني كلوب بيقول إنها إصابة بسيطة يعني نتيجة تدخل مدافع برايتون على صلاح. صلاح يعني أملنا الكبير فيه مع منتخب مصر، وصلاح بيقدم موسم عظيم يعني ليه، هو الأفضل في العالم في وجهة نظري الموسم الحالي بفرق كبير عن منافسيه. يمكن شوية كريم بنزيما معاه شوية، لكن صلاح الأفضل في العالم حالياً. واتمنى الفتره الجايه يكون يعني انا اعتقد هو مركز بشكل كبير جدا، يعني الموضوع التفاوض على العقد مش هياثر على صلاح، صلاح محترف عظيم. كنا عايزين نتكلم عن التفاوض، بس الاهم هو انه ليفربول حتى الان ما صرحش بمده غيابه عن الملاعب. هل هتبقى طويله؟ انت شايف ما اعتقدش هيغيب. ما اعتقدش هيغيب. امبارح يورجن كلوب قال انها اصابه خفيفه، صلاح نفسه قال لما كلوب سال صلاح قال له لا يعني هي اصابه خفيفه، حتى وشرحها ان هو قد يكون فرد وش رجله بشكل اكبر شويه فعملت كدمه بسيطه. ما اعتقدش ان هو هيغيب عن المباراه الجايه ليفربول. ليفربول كمان في وقت حاسم جدا في الدوري، الفرق ثلاث نقاط مع مانشستر سيتي، فبينافس على الدوري، محتاج محمد صلاح اهم لاعب في ليفربول. فاعتقد لا هو مكمل وهيكون موجود المباراه القادمه مش بعيد، الا لو هو هيكون خرج مثلا للراحه او حاجه، لكن اعتقد ان صلاح هيكون موجود. يعني صلاح ما فيش اي كلام بيتكلم عن غيابه او عن انه مصاب او ان الاصابه فيها مشكله. طب واخيرا جزئيه العقد اللي الوسط الرياضي في انجلترا كله بيتكلم على انه يعني تقريبا وصلوا لطريق مسدود. يعني ما اعتقدش هيبقى طريق مسدود، اعتقد ان الطرفين في وقت ما هيقعدوا مع بعض وهيحاولوا كل طرف يقدم تنازلات مناسبه. انا بشوف ان صلاح من حقه يطلب الرقم اللي عايزه. صلاح هو الافضل في العالم حاليا، في لاعبين اقل منه في الدوري الانجليزي بياخدوا ارقام اقل منه بشكل كبير، يعني اكبر منه بشكل مبالغ فيه، لكن هو يعني الرقم اللي بيتقاضاه حاليا لا يتناسب. جزء بعيدا عن الجانب المادي كمان في التعاقد مع صلاح التقدير، انا شخصيا او ممكن ده اساطير من ليفربول قبل كده قالوا الكلام ده كتير، انه لا يحظى بالتقدير الكافي في ليفربول، ودي من الحاجات برضو الغريبه. يعني ده نجم الفريق الاول لا يحظى بالتقدير الكافي، سواء مثلا في المنافسه على شرط قياده ليفربول انه يكون القائد، يعني في شويه كده. الحاجه الثانيه هو من حقه يطلب، انت لازم تقعد معاه وتقدره، مفيش حاجه اسمها انا الحدودي او السقف بتاعي في رواتب كذا فلا مش هعمل كذا. يعني انا ممكن اضرب مثل بدا مثلا في ميسي في برشلونه مثلا، ميسي الاعظم في التاريخ والافضل في العالم، ما ينفعش مثلا لاعب قلب دفاع حتى لو تشافي نفسه بقيمته الكبيره دي يقول انا عايز نفس الرقم اللي بياخده ميسي. فكذلك في ليفربول محمد صلاح الافضل في العالم حاليا، فما ينفعش لاعب في ليفربول مثلا كايتا او ماني او غيره يقول لا انا عايز اخد زي صلاح، ده لو انا خايف على سقف الرواتب، لان في فرق كبير جدا بين ده وده. اذا عايز تاخد نفس الرقم ده فانت لازم تقدم اللي هو قدمه، ففي بعض الاستثناءات لسقف الرواتب ده طبيعي بيحصل، وطبيعي بيحصل في كل الفرق. ثم انت في الدوري الانجليزي يعني ارقام مبالغ فيها جدا وارقام كبيره جدا،
وبالتالي ازاي انت هتقدر تحافظ على نجومك اذا كنت انت بتقول انا سقف الرواتب عندي كذا في ارسنال اللي هو اقل منك في ترتيب بيدفع اكتر منك، مانشستر يونايتد بيدفع اكتر، وداخل لسه عليك نيوكاسل كمان هيدفع اكتر منك ومع الاستثمارات الجديده تشيلسي بيدفع اكتر، فبالتالي انت لو احنا بنتكلم في سقف فانت لازم احنا طبعا يعني بنتمنى انه الموضوع يتحسم وانه ليفربول يحافظ على لاعب بقيمه محمد صلاح ويظل محمد صلاح داخل نادي ليفربول لانه هو وصل لشعبيه وجماهيريه أكيد. اعتقد صعب ان هو هيلاقيها في نادي تاني، بس يظل بس الحسم جزئيه العقد ده ان شاء الله أنا عن قريب باذن الله. اكيد انا بتمنى ان صلاح يكمل في ليفربول، لكن في نفس الوقت اي حد ياخد التقدير اللي يليق بالظبط، وفي نفس الوقت اي حد بيراهن ان صلاح لو خرج من ريال من ليفربول هيفشل فهو رهن خسران تماما. صلاح يقدر ينجح في اي مكان هيلعب فيه حتى لو ليفربول، رغم ان انا بتمنى انه يكون مكمل في ليفربول. طيب احنا نتمنى ان هو يكمل وبنتمنى ان هو سريعا يستشفى علشان خاطر محتاجينه مع منتخبنا الوطني في مباراه حاسمه كمان يعني اقل من اسبوعين، فباذن الله يعني يعود سريعا ويبقى قائد منتخبنا امام السنغال في المباراه الاولى، وباذن الله يعني تبقى فرصه ان احنا نطمن كده عليه ونطمن على منتخبنا الوطني ونقول مبروك يا رب باذن الله للمنتخب الوطني بالمباراه الاولى، وبعد كده ناخدها خطوه خطوه ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا يعني زميلي ونقدنا الرياضي اللي دايما منورنا محمد البوري في صباح البلد، بشكرك شكرا جزيلا. الاحداث الرياضيه لا تنتهي، ان شاء الله محمد صلاح يرجع لنا بالف سلامه ونطمن كمان اكيد على حال منتخبنا الوطني قبل المباراتين الحاسمتين امام السنغال المؤديه لمونديال 2022 في قطر. لكم مني كل التحيه ودمتم في امان الله. هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وهو موضوع ضعف الانتصاب. الموضوع ده من المشاكل الرئيسية اللي للأسف بتعوق فكرة إتمام العلاقة الزوجية بشكل طبيعي. النهاردة احنا هنتكلم عن أسباب ضعف الانتصاب وكمان هنتكلم عن التشخيص والعلاج مع ضيفي اللي منورني النهاردة دكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. دكتور أحمد صباح الفل على حضرتك. صباح الجمال، ازيك؟ زيك يا دكتور. يمكن يا دكتور مشكلة ضعف الانتصاب دي من أكبر المشاكل اللي بتعوق أي علاقة زوجية وفي الآخر بتبقى نتائجها مش كويسة، أحيانا طلاق، أحيانا يعني مشاكل كبيرة قوي بتحصل بتبقى يعني ملهاش آخر. ولكن خلينا نتكلم ونبدأ بتعريف الضعف الجنسي، يعني إيه ضعف جنسي اللي في الآخر بيسبب المشكلة الكبيرة دي؟ بصي، هو الضعف الجنسي ضعف في العلاقة، والعلاقة دي بتمر بثلاث حاجات أساسيين. هو الرغبة، ان يكون الشخص عنده اقبال على الموضوع ده، ده بنسميها الرغبه. نمره 2 الانتصاب نفسه. نمره 3 اي اضطراب او اي خلل في القذف اللي بيحصل. دول الثلاث العناصر الاساسيين للعلاقه الايه الجنسيه. في اي اضطراب او اي خلل فيهم احنا بنقول ان الشخص ده عنده ضعف جنسي. تمام. ضعف في اداء العلاقه ابتداء من رغبه، انتصاب او القذف نفسه. تمام. طيب اكيد في اسباب بتؤدي لحدوث الضعف الجنسي في الآخر، في مسببات نتكلم عنها أكتر علشان نتلاشى الموضوع. تمام. هو الضعف الجنسي عموما احنا زمان كنا نقول ان أسبابه معظمها نفسي. دلوقتي خلاص الموضوع اتغير تماما، احنا نتكلم عن ان 80% من الأسباب بتكون أسباب عضوية. يعني أنا لو عندي 10 عيانين في العيادة جايين يشتكوا من نفس المشكلة دي، عندهم مشكلة في العلاقة الجنسية وكده، 8 منهم هيبقى عندهم مشاكل عضوية واثنين ممكن يكون عندهم مشاكل نفسية. إذن القطاع الأكبر أو السبب الأكبر هو أسبابه بتكون عضوية. والأسباب العضوية عندنا كتير، يعني ابتداء من الأمراض المزمنة كلها وأشهرهم طبعا على الإطلاق هو مرض السكر. مرض السكر، مرض الضغط اللي هو زيادة نسبة الدهون في الدم، التدخين، أمراض القلب، كل الحاجات دي من الحاجات اللي مسببة للضعف الجنسي. الاضطراب اللي بيحصل في الهرمونات، اي خلل في هرمون الذكوره او هرمون البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب عند الرجاله برضو ده بيؤدي الى اضطراب في العلاقه الجنسيه. المخدرات يعني دي من الحاجات برضو اللايف ستايل اللي احنا عايشينها دلوقتي طبعا. السمنه المفرطه من ضمن الحاجات برضو صحيح. اللي بتعمل مشاكل دي كلها احنا بنسميها اسباب عضويه، او ان الشخص ده يكون عمل عمليات او ان هو تعرض لاي حوادث فاثرت على الحبل الشوكي داخل
العمود الفقري برضو دي شريحة من الناس بيكون عندها مشاكل في العلاقة الجنسية. أنا قصدي الأسباب العضوية كتير وإن كان أهمها على الإطلاق هي الأمراض المزمنة زي السكر. طيب خلينا دكتور نقول ان الرجل المصاب بالضعف الجنسي النهارده طبعا دي بتبقى يمكن من اكبر المشاكل اللي بتواجهه في الحياه. في ناس بتهرب من المشكله دي وفي ناس بتواجه وتروح لدكتور متخصص. المفروض ان احنا نعمل ايه لما نلاقي نفسنا اتحطينا قدام المشكله دي بقت امر واقع خلاص نواجه ولا نهرب؟ هو بيعتمد طبعا على الثقافه نفسها. انما الدنيا بدات تتغير دلوقتي انما احنا طبعا لازم نواجه ونواجه ليه؟ لان الموضوع بسيط ما هوش صعب والموضوع ليه حل اي من كان حجم المشكله فهو ليه حل. وبالتبعي احنا لازم نواجه ما ينفعش نهرب. ليه كمان لازم نواجه؟ لان احنا عايزين نحل مشاكلنا. اي تاجيل فيها او اي انكار ليها ده بيفاقم من الموضوع نفسه. لان الموضوع ليه شق متعلق بالعضوي ان البني ادم يوصل للاشباع الجسدي بتاعه بس في وفي تبعات نفسيه. التبعات النفسيه دي بتبقى على الشخص نفسه وعلى الناس اللي حواليه. اكيد. يعني انا مثلا اذكر ان جات لي مره حاله ومعاه مراته وهي قالت لي ارجوك عايزك تحل لي المشكله دي لان هو لما العلاقه ما بتتمش بيكون عصبي جدا معايا، عصبي جدا مع اولاده، حتى عصبي جدا مع الموظفين عنده في الشركه. الموضوع بينعكس تماما على حياته. اذا الموضوع احنا كشرقيين الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا. وجزء اساسي من رضانا عن نفسنا هو في رضاء الطرف الاخر عن العلاقه الجنسيه. تمام. فالموضوع معقد ومركب انما ما ينفعش ان احنا نهرب منه. لان احيانا الزوجه ما بيفرقش معاها ان الزوج عنده مشاكل. صحيح. انما هو بيفرق معاها ان الزوج بينكر وجود هذه المشاكل والاصعب انه بيلقي باللوم عليها انها تكون السبب في هذه المشاكل. أكيد. فهنا مهم جدا نبقى عارفين السايكولوجي بتاع العيان. انما ان احنا نواجه ده اهم. الزوجه احيانا لما بتلاقي الزوج هو مهتم وعايز يحل المشكله مجرد ان هو يرضيها هي بتكون سند ليه وبتكون معاه وبتيجي معاه حتى في العياده وبتساعده على ان هو يبقى كويس واحيانا بتشجعه ان هو ياخد العلاج. لان جزء من العلاج بيكون مرتبط بان هو لازم يجرب. يعني انا هاخد العلاج اعرف اتحسنت ولا لا. صحيح. فهنا لو الزوجه مش متعاونه احنا ما بنقدرش نحدد العيان ده بيتحسن ولا لا. فامتى الزوجه تساعده؟ بتساعده لما تحس ان هو عنده النيه للعلاج او هو مستعد بيها. هو مهتم بيها اكتر ما هو مهتم بنفسه. تمام. هو مش بيسعى للقصه دي عشان يقضي غريزته وخلاص. لا ده انا عندي طرف اخر محتاج للاشباع، محتاج للاهتمام، لا حق شرعي، فبالتبعيه هي بتكون سند معاه. هو قدم السبت فهيلاقي الحد. اكيد. انما الزوج اللي هو اناني هو عايز يبقى القصه دي وخلاص. انا شفت ناس يعني صعبين جدا ده هو بيقول لها انت السبب في ان انا عندي كده. فده بيخلي الزوجه قاسيه جدا معاه. عند اقرب فرصه عايزه تطلب الطلاق وطبعا ده بيفجر البيت من جوه. فالنهارده المشاكل الجنسيه دي بالذات لها شق اجتماعي ولها مردود اجتماعي النهارده اكبر بكتير من موضوع الانجاب. اكيد طبعا. لان في ناس بتكمل حياتها ممكن من غير اولاد. انما في ناس بتقف عند الحته دي وبتعقد الدنيا وبتبقى عايزه فعلا تطلب الانفصال. انا دايما بشبه ان العلاقه الجنسيه عامله زي التوابل، هي عامله زي حته الكريز اللي احنا بنجمل بيها التورتايه في الاخر. هي مش حاجه اساسيه في الموضوع، يعني ممكن ناكل الاكله من غيرها بس قد ايه هي بتحليها، قد ايه بتدي لها اضافه. هي مش كل يوم بس ممكن تبقى ربع ساعه في الاسبوع بس مهمين جدا، بتمثل حياه بالنسبه للراجل وبالنسبه للست، هي انعكاس للاهتمام ومدى الحب اللي بين الطرفين. فما ينفعش ابدا ان احنا ننكر المشكله طبعا. او نتجاهلها. وما ينفعش نلقي باللوم على الزوجه. دي اهم حاجه. انا بشوف كتير القصه دي. ومهم جدا ان الزوجه برضو تكون بتساعد جوزها، لان احيانا في ستات هم ما بيساعدوش الزوج، يعني ما بيخلوش حتى يبقى نفسيا مستريح فيروح يسعى انه يحل المشكله. صحيح. عفوا. فالموضوع له شق اجتماعي فلازم نهتم بيه وما ينفعش ننكره ابدا. تمام. طيب خلينا نتكلم من ناحيه الزوج، يعني اللطيف الكويس اللي هو كويس مع مراته ما القاش اللوم عليها ومتفقين ان هم هيبداوا في مرحله العلاج ويساندوا بعض زي ما قلنا. نبدا طريق العلاج الصح ازاي؟ لان طبعا طرق العلاج في الموضوع ده واسعه وكبيره، ممكن نشوف اعلانات. تمام. كريمات وادويه وصيدليات وحاجات كتير ووصفات يعني. فخلينا نبدا على طريق العلاج الصح. هو نمره واحد الاول يعترف ان في مشكله وبعدين يبتدي يروح لحد متخصص. المتخصص ده هيبتدي يدور فعلا في مشكله بالفعل ولا لا، وده بيبان من خلال الفحوصات. نمره اتنين هنعرف ايه اسبابها.
لان مهم جدا نعرف الاسباب، لان لو في اسباب متعلقه بامراض مزمنه بيفرق كتير عن اسباب مش متعلقه بامراض مزمنه. لان مثلا لو الشخص ده مثلا مشكلته تدخين، لو الشخص ده مشكلته انه عنده اضطراب في الهرمونات، ده ممكن يتعالج ويخف وكانه دور برد، بتاخد له علاج بتتحسن وترجع زي الاول كويس جدا، مش محتاج تمشي على ادويه بشكل منتظم. فمهم جدا نعرف الاسباب. مهم كمان نعرف حجم المشكله، العيان ده وصل لاي درجه من درجات الضعف خلاص. واحيانا في ناس بيبقى عندها ضعف في الرغبه، ما بيبقاش عضوي، بيبقى هو نفسي. يعني النهارده انا بفشل في العلاقه فببتدي انا ازهد هذه العلاقه. لان انا النهارده بدخل في العلاقه بتعب الطرف اللي قدام مني وما بنوصلش لحاجه، وبالعكس احنا ممكن نتخانق فقلته احسن. فهنا يبتدي هو يدخل في دايره مفرغه من ان هو حتى يبتدي يبعد ويقول ده انا عندي ضعف رغبه. هو ما هوش ضعف رغبه على قد ما هو زهد في العلاقه الجنسيه نفسها او العلاقه الزوجيه، لانها ما عادتش بتتم بنجاح وبالتبعيه بيترتب عليها مشاكل. فالنهارده مهم جدا نبقى عارفين تفاصيل العيان. مهم جدا يا ريت لو يجي هو ومراته بحيث ان احنا نقدر نعرف التفاصيل كلها كامله. مهم جدا. يعني علاج الضعف الجنسي علاج يحب التفاصيل، يعني المريض يحب التفاصيل. انا كطبيب لازم اقعد اسمع العيان، اعرف ايه مشاكله، اعرف، لان الموضوع بيكون فيه شق عضوي وشق نفسي. عكس مريض تاخر الانجاب، تاخر الانجاب بيعتمد بشكل اساسي على الفحوصات. فحوصات ارقام، فحوصات، فهماني؟ انما هي مشكله طبيه اكتر، يعني اكتر منها زي غير المشكله الايه الجنسيه. لان احيانا ده بيكون المشكله اللي عند الزوج هو انعكاس سلبي من الزوجه. فهنا موضوع احنا لو حليناه الامور بتستقيم. موضوع في جهه نفسيه كبيره قوي محتاجه تتسمع في شق يعني. طبعا ده عيان عايز اللي يقعد معاه يعني يستمع له، ياخد منه تفاصيل، يهتم بمشكلته انسانيا علشان نبتدي نحل الامور. نمره واحد نشوف فيه اسباب ولا لا. تمام. والاسباب دي هي اسباب عضويه والاسباب نفسيه. اوكي. الاسباب دي يمكن علاجها ويمكن الشفاء منها والتغلب عليها بشكل كامل، ولا هي اسباب احنا مضطرين ان احنا نتعايش معاها زي الضغط وزي السكر. تمام. ده ليه طريقه في العلاج المريض ده، وده ليه طريقه في العلاج. بنبتدي النهارده اول خطوه هو ان انا العيان لازم يجرب الادويه. يعني احنا عندنا ثلاث طرق للعلاج، العلاج الدوائي، ادويه باشكال مختلفه. نمرة 2 عندنا حاجة اسمه الحقن الموضعي. نمرة 3 هو التدخل الجراحي. تمام. ما ينفعش أنا أنط على التدخل الجراحي من قبل ما العيان يمر على الخطوتين. الخطوتين دول مهمين قوي، لأن أنا كل ما حافظ على طبيعة العيان كل ما بيكون أفضل. كل ما العيان بيحس إن هو ما عملش حاجة غريبة. لما الطرق العلاجية تفشل ببتدي أنا أتنقل على التدخل الجراحي. لأن المريض ده لازم أحل له مشكلته. فنقطة مهمة قوي إن عيان الضعف الجنسي لازم يبقى عارف ان مشكلة الضعف الجنسي وبالذات ضعف الانتصاب بتتحل بنسبة 100%. تمام. وانا بأكد دي من المشاكل القليلة اللي نقدر نقول 100%. لا اقدر اقول بنسبة 100%. هي بس بتفرق انا هحل المشكلة ازاي وفي مدى زمني قد ايه. انما كل عيان عنده مشكلة ضعف انتصاب اقدر احلله مشكلته بنسبة 100%. تمام. سواء باجراء دوائي او سواء بتدخل جراحي. تمام. المهم ان المشكلة في الاخر هتتحل. هتتحل. هتتحل ان شاء الله هتتحل. بس هو العيان، وعلى فكرة احنا بناخدش مدى زمني طويل. يعني دايما انا العيان اللي هو عنده مشاكل نفسيه دوت لازم انت تبقي واضحه جدا معاه. لازم تقول له احنا هنعمل 1 2 3 وعلى مدى زمني معين. احيانا الطرف الاخر بيبقى عايز يعرف برده مشكلته دي هتاخد وقت قد ايه. وانت مش هتقعد تعالج جوزي 10 سنين. انا ما عنديش الصبر ان انا اقعد 10 سنين جوزي يتعالج، ولا حتى سنه ولا حتى شهور. في بيوت واقفه فعلا على قرار. فهنا لا، انا بطمن الناس ان المشكله بتتحل بنسبه 100% وبتتحل في مدى زمني قصير جدا. انا بقول عينين لا يتخطى شهر. يعني انت في خلال شهر مشكلتك ممكن تتحل والامور ترجع تستقيم تاني. الفكره دكتور في ان احنا ناخد الخطوه. صح. ونواجه. يعني دي قلنا مهمة. مش هنهرب، احنا ناخد الخطوه ونواجه. ويمكن زي ما حضرتك بتقول ده شق، ده شق. في شق تاني ان الناس ما عندهاش مشاكل مع مراتها ولا حاجه والحياه مستمره، ما هو متجوز ومخلف وبقاله سنين. في شق تاني ان العين نفسه بيهرب. احيانا هو متخيل ان مفيش حل، او احيانا هو متخيل ان هو ده حاجه تكسف. ان انا اروح اكشف، ما خلاص احنا مش هناخد زماننا وزمن غيرنا. يا دكتور يعني. مش هناخد زماننا وزمن غيرنا خالص. يا اخوانا الجنس ما هوش غريزه على قد ما هو حياه. يعني النهارده انا الكلام ده انا بسمعه من العيانين. يعني انا لما يجي لي عيان من بنها جاي القاهره وعنده شلل نصفي، واول ما انا بكلم معاه يقوم يعيط يقول لي انا بقالي سنتين ما حصلش علاقه وقد ايه الموضوع ده. انت النهارده راجل داخل في الستين وعندك شلل نصفي، يعني خلاص بقى المفروض لا. قد ايه الموضوع مأزمه نفسيا لدرجه ان هو يبكي. فيا اخوانا الجنس مش مجرد شهوه بس، الجنس ده حياه. بالنسبه للراجل حياه. لما واحد يقول لي انا ما ينفعش انام جنب زوجتي زي زيها،
ده انا بكلمك على حاجات كلام انا واخده من العيانين خلاص. فمهم قوي ان احنا نحترم شكوى المريض. العيان ما يتكسفش خالص، ده حقه طبعا، يعني حقه هو، ربنا اللي خلقه كده. هو الموضوع ما فيهوش اي نوع من الاحراج خالص يعني، يعني زي ما اقول لك، هو يعني اصل الناس متخيله ان هو ايه ده حاجه تقرف، ده اصل ده هيقول لك ده راجل كبير وجاي يدور على حاجه زي كده دلوقتي خالص. ده بالعكس، انا شفت ستات بتجيب جوازاتها مش لان هي عايزه كده خالص، بس لان شايفه قد ايه الموضوع مأزمه نفسيا، الجزء النفسي بالظبط. الجزء النفسي هو ده بينعكس على البيت كله، ان الراجل قاعد متضايق طبعا. وانا من واقع التحاليل اللي بنعملها للعيانين والله انا بشوف ناس بيبقى معذوره يعني هو فعلا تحليل الهرمونات بتاعته، والهرمونات هي المحرك الاساسي عند الراجل. لما بلاقي ناس عندها 60 سنه و70 سنه هرمون الذكوره بتاعها احسن من شباب عندهم 30 سنه انا بكلمك قد ايه هو عنده الرغبه، قد ايه عنده الحافز، بس مش قادر يترجم ده. فهو معذور في ان هو دماغه شغاله في الجنس بس مش قادر يحققه. فده لازم لو احنا ما قدرناش نحقق له رغبته ممكن بعد كده يكون في تبعات نفسيه عليه وعلى طبعا الناس اللي حواليه. في ناس تانية عندها ظروف خاصه يعني النهارده واحد ارمل ليه حياته تقف. النهارده كان عندي عيان بيقول انا عندي اربع ولاد ومجوزهم وقاعد معاهم في البيت، بس انا مكسوف ان يعني مراتات ولادي هم اللي يخدموني، يعني ازاي يغسلوا لي هدومي. محتاج زوجه في محتاج. وبعدين الزوجه مش جنس بس في ونس، هو صحيح. عايز حد ياخد بحسه. بس قبل ما يجيب الست اللي هيجيبها دي هي اكيد لها حق شرعي طبعا. فانا قصدي النهارده في ناس ارامل عايزين يكملوا حياتهم، هم شايفين ان في نفسهم الصحه والاقبال على الحياه، من حق ان هو يتجوز. شايفين الناس النهارده طلقت وكان في ظروف معينه وهو عايز يستعيد حياته تاني. بالعكس انا بنصح الراجل اللي هو ارمل واللي هو مطلق انه ما ينتظرش اول ما يبقى زوجته تتوفى او ان هو ينفصل، لازم يفكر من حقه ان هو يكمل حياته طبيعيه، يستعيد حياته تاني. لان حتى الانفصال عن الزوجه لفترات طويله ده بيكون احد اسباب ضعف الانفصال الجنسي خلاص. فمهم جدا ان احنا ما نتكسفش من المشكله، ان احنا نواجهها، وخصوصا ان النهارده الطب اتطور، حلها سهل جدا، حلها ما بياخدش وقت، وحلها بيبقى بنسبه 100% سواء من خلال تدخل بالادويه او من خلال أو التدخل الجراحي زي ما حضرتك. حاجه ثانيه، ما ينفعش احنا نعتمد على اصحابنا. طبعا دي اهم حاجه يا دكتور نقولها، نختم واخد المعلومه من واحد صاحبي او ان انا اروح لواحد صيدلي جاري واقول له النبي اديني طبعًا. لان الافراط في استخدام المنشطات او الاستخدام الخاطئ للمنشطات اللي احنا بنجيبها من الصيدليه ده بيكون لي مردود سيء جدا طبعا. اولا هو بيجي لنا في مراحل متاخره، ثانيا العيان بيكون عنده نوع من انواع الياس، وبتدي يبقى في شق نفسي بيزود من مشكله الضعف الجنسي. وخصوصا يا دكتور لو هو كمان فاهم اني انا جربت السكه دي وما نفعتش معايا، مع اني هو ممكن يكون مشي فيها اصلا. انا جالي مره يعني عيان بيقول انا باخد 16 قرص منشط قبل ما اعمل. فطبعا انا قلت له الموضوع مش منطقي. انا قلت له طبعاً ده يعني انا زهلت يعني ده رقم مش طبيعي، العيان ممكن يموت فعلا قبل ما يعمل اي علاقه جنسيه يعني. الموضوع يا دكتور يعني مهم. النهارده بسيط، زياره الدكتور المتخصص دي من اهم الحاجات علشان التشخيص الصح ممكن زي ما دكتور احمد قال الموضوع يتلحق في البدايه بصوره بسيطه جدا بدواء بسيط جدا، الموضوع ما ياخدش يعني حتى لو هو شهر متفق. او حتى لو بقى له سنين ومشاكله كتير جدا، لو هو مريض حتى عنده مشاكل عضويه كتير، مريض قلب ومريض سكر، الموضوع اكيد هيبقى ليه حل في البدايه. دكتور احمد انا بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا النهارده. كان معانا منورنا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من صباح البلد.